يبقى محمد صلاح is one of Egypt's most famous footballers. محمد صلاح هو أحد أشهر لاعبي الكرة في مصر. He's admired for. He's admired ده مضارع بسيط مبني المجهول بيكون من آمة وزوار تصريف تالت. For حرف الجر اللي بيستخدم مع كلمة admired. يبقى admire فلان for كذا. ما تنساش إن admire بياخد حرف الجر for. إنه معجب بفلان من أجل كذا. أو فلان يعجب به الناس من أجل كذا. His speed سرعته and ability to score goals وقدرته على ان هو يسجل اهداف score goals يسجل اهداف. لكن قلنا لما نيجي نتكلم عن يحقق هدفه في الحياة ما ينفعش نقول score a goal in life. ما ينفعش score a goal in football يسجل هدف في رياضة زي كرة القدم. score a point او score points يسجل نقاط في رياضة زي الباسكتبول. لكن يحقق هدفه في الحياة ما بنستخدمش كلمة سكور معاها، بنقول reach his goal يصل إلى هدفه أو achieve his goal يحقق هدفه. In 2017 he scores a goal to send Egypt to their first World Cup finals since 1990. في 2017 سجل الهدف اللي أرسل مصر إلى نهائيات كأس العالم منذ عام 1990. طبعا احنا دخلنا كأس العالم في 1990 وبعد كده لغاية 2017 ما عرفناش نتأهل لنهائيات كاس العالم إلا لما محمد صلاح سجل الهدف اللي فوزنا بيه وبعتنا إلى النهائيات. طيب to send غريبة مكانها هنا، يعني he scored the goal to send. هنا هي بديلة ل he scored the goal which sent، يعني هو سجل الهدف الذي أرسله، الهدف الذي أرسل مصر إلى نهائيات كاس العالم. فهنا ضمير الوصل which وراء فعل ممكن يستبدل بتو مصدر عادي جدا، الاثنين صح. يعني صلاح has been praised for his kind and generous donations to charity in Egypt. صلاح has been praised يعني مدح مبني للمجهول، بس الزمن لسه ما خدناهوش اللي هو المضارع التام. عموما اي تركيبه مبنيه للمجهول هتلقى فيها جزء من verb to be زائد تصريف ثالث. اي حاجه فيها verb to be يعني تصريف من تصريفاته زائد تصريف ثالث تبقى ايه؟ تركيبة مبنية للمجهول. be been being am is are was where زائد تصريف ثالث يبقى هي مبني للمجهول. يبقى صلاح كده مدحة مش مدحة، صلاح مدحة for من اجل. احنا قلنا ادماير بتاخد for وبريز بتاخد for. يمدح حد بريز فلان for كذا. يبقى the teacher مثلا praised طارق for his hard work. المدرس مدح طارق من أجل عمله الجاد. فpraise for وadmire for برضو. هنا صلاح مدح من أجل طيبته وتبرعاته السخية أو الكريمة، كلمة كريمة أو سخية. to charity لأن كلمة donate يتبرع أو donation بتاخد to. he donated money to اهو جابها لك هنا، هو تبرع بالمال لي his hometown of Negrig to build a school لقريته او مدينته اللي اسمها Negrig عشان يبني مدرسه. and he has helped at children's cancer hospital in Cairo وكمان ساعد في مستشفى لسرطان الاطفال في القاهره. صلاح's desire يعني رغبه صلاح. ملاحظ الابصر في اس في children's cancer hospital وملاحظ الابصر في اس في صلاح's desire. حضرتك احنا بنعمل الملكية لأي اسم مفرد، يعني قلنا صلاح's desire بإضافة apostrophe s للاسم ثم المملوك. صلاح's desire يعني الرغبة بتاعت صلاح، رغبته هو، ملكه هو، بتاعته، يبقى apostrophe s. طب لاحظت لما قال children's cancer hospital عمل كده children's أبصره في اس برضو هوسبيتال مستشفى أطفال. بنعمل ده بنضيف الأبصره في اس للسينجولر ناون عشان نعمل ملكية لاسم مفرد، وبرضو بنضيف الأبصره في اس لبلورال ناون لاسم جمع علشان نعمل برضو الملكية. يبقى صلاح ده اسمه سينجولر ناون اسم مفرد، بتعمل له الملكية ازاي؟ بإضافة أبصره في اس. children ده اسمه plural noun اسم جمع،
وبرضه بتعمل له الملكية بأباستروف اس. لكن مثلا كلمة زي teachers، طب الجمع اللي آخره اس، قالك بنحط أباستروف بعد اس الجمع، ما بنحطش اس الملكية. teachers room يعني أوضة المدرسين. صلاح's desire، رغبة صلاح to help others is because he wants to give young people a chance to succeed. يعني رغبة صلاح إنه يساعد الآخرين هي بسبب إن هو عايز يدي الشباب فرصة لكي ينجحوا. succeed فعل بمعنى ينجح. he's a role model، هو قدوة to millions of Egyptians. to مش فور يا حضرات، قدوة لي يبقى role model to مش فور، لملايين المصريين. who gave him the nickname the happiness maker، اللي ادوله لقب صانع السعادة. blood donors متبرعي الدم. every year on 14th June countries around the world take part in World Blood Donor Day to share information about the importance of giving blood. كل عام في 14 يونيو الدول around the world يعني في جميع انحاء العالم، وتكلمنا احنا عن كلمة around اللي الـ A أصلية فيها أو لزقة في الـ R، والفرق بينها وبين A round اللي الـ A بعيدة عن الكلمة عن الصفة دي. فراوند هنا معناها مستدير، والـ A دي مجرد article، لكن اللي هي الحرف الـ A لازق في الـ R فدي معناها حول أو في جميع أنحاء. وبرضو تكلمنا في take part in وجبتها لك في الامتحان. take part in يشارك فيه، لكن take place in يقام فيه. take place in معناها يقام فيه. Why should people donate blood؟ ليه يجب على الناس ان هم يتبرعوا بالدم؟ donating blood can help people if they have been badly injured. يعني ممكن يساعد الناس لو هم مصابين بشدة. badly ده ظرف، injured ده تصريف ثالث. ومن الشائع استخدام هذه التركيبة زي ما بيقول لك this man is highly qualified، يعني هذا الرجل مؤهل تأهيل بشكل عالي. highly qualified، badly injured. or need regular blood transplants، أو محتاج نقل دم بشكل منتظم. because they have a long term illness. long term illness يعني مرض مزمن أو مرض طويل الأمد. مرض طويل الأمد. have an illness ده collocation بمعنى عنده مرض. have an illness يعني عنده مرض. giving blood can also have health benefits. والتبرع بالدم ممكن يكون له فوائد صحية. خلي بالك من تعبير health problems مش healthy problems، وتعبير health benefits مش healthy benefits. all donors have their blood pressure and iron levels checked before donation. كل المتبرعين بيحصلوا على فحص لضغط الدم بتاعهم ونسبة الحديد قبل التبرع. All donors have their blood pressure and iron levels checked. التركيبة دي حضرات اسمها causative have. have السببية هي حاجة مش عندك أو عالية عليك شوية، ولكن حديك فكرة عنها برضو إيه هي have السببية. اللي بيعمل موضوع السببية ده كذا فعل في اللغة الإنجليزية، بس أشهرهم have وmake، هنا بمعنى يجعل أو يخلي. بمعنى لما أقول لك مثلا والدتي تجعل أختي تساعدها في أعمال المنزل، هترجمها إزاي؟ والدتي تجعل أختي تساعدها، يعني بتخلي أختي تساعدها في أعمال المنزل. والدتي my mother. هنا كلمة تجعل يا هاف يا ميك، يا هاف يا ميك، خليها هاف بس هنخليها هاز طبعا عشان ماي ماذر مفرد. هاز مين؟ تجعل مين؟ اختي، يبقى ماي سيستر. تساعدها، تساعد هيلب فعل مصدر، هيلب هير ويز مش ان، ويز هاوس ورك شغل المنزل. التركيبه دي حضرتك بنسميها السببيه. ليه السببيه؟ عشان ماي ماذر هنا بنسميها كوزر يعني المسبب، ما هيش الفاعل بس هي اللي تسببت في الفعل انه يحصل. مين ماي سيستر؟ دي دور، دي الفاعل، دي اللي عملت فعل هيلب، هي اللي بتساعد. بس مين اللي خلاها ماي ماذر؟ التركيبه دي اللي فيها فلان جعل فلان يفعل كذا بنسميها التركيبه السببيه. بس ده شكلها في المبني
للمعلوم. في المبني المجهول انا هجيب house work مكان my sister، شغل البيت مكان my sister. هتبقى ازاي؟ هتبقى my mother has the house work، مش my sister، مش الفاعل، لا المفعول، the house work. الفعل في الحالة دي هيبقى تصريف ثالث، helped with. طيب نقول مثال تاني عشان الفكرة توضح. فكرة السببية بنعملها بهاف أو بميك، أشهر أفعال سببية، لكن في أفعال سببية تانية بمعنى يجعل. والدي جعل مثلا، جعل خالد يغسل السيارة. والدي جعل خالد يغسل السيارة، هتترجم ازاي؟ والدي my father. جعل ماضي وبميد او هاد، خلينا في هاد علشان في درس الريدنج هي اللي مكتوبة. my father had خالد، جعل خالد وش ذكر. دي كده السببية مبنية المعلوم، لأن بعد الفعل السببي الفاعل، مين اللي غسل العربية؟ خالد، يبقى خالد الفاعل. طب أنا عايز أجيب ذكر مكان خالد، يبقى هخليها جملة سببية مبنية للمجهول، يبقى my father had، مش خالد المرة دي، had ذكر، يعني خلى العربية تتغسل، ده معنى الكلام had ذكر، يبقى هنا تصريف ثالث. عشان لو جابها لي في اختيارات المنظر ده، جابها لي في اختيارات وعمل لي سبيس هنا وقال لي ووش ولا ووشت، اكون فاهم انا هختار ايه. طالما هو عموما في الاكتف بتاعها والباسف بتاعها بتبدا بالمسبب، سواء اكتف او باسف. مين المسبب؟ ابويا. مين اللي تسبب في ان العربيه تتغسل؟ ابويا. يبقى في الجملتين اكتف او باسف بادئ بالمسبب، وبرضه في الجملتين بعد المسبب مين؟ الفعل السببي اللي هو have او احد تصريفاته حسب زمن الجملة، او make لو بعد الفعل السببي الفاعل، يبقى الفعل ايه؟ مصدر. طب لو بعد الفعل السببي المفعول، يبقى تصريف ثالث. ودي مثالين على الكلام ده. my father had خالد، يبقى خالد فاعل، يبقى وش خلى خالد يغسل. هنا my father had the car، العربية ما غسلتش، مش الفاعل العربية، العربية مفعول، يبقى washed خلى العربية مغسولة. يبقى في الأولى أبي جعل خالد يغسل، في الثانية أبي جعل العربية مغسولة، عشان كده اخترنا هنا إيه؟ تصريف ثالث، اسم المفعول. يعني فكرة عن العبارات السببية. هنا بص هو بيقول لك إيه؟ all donors ده الكوزر، ده المسبب، have ده الفعل السببي، their blood pressure and iron levels اللي هو ضغط الدم ومستوى الحديد، ده المفعول، ده اللي هيتفحص مش اللي هيفحص، فده المفعول. يبقى جه وراء ايه؟ تصريف ثالث. دي اسمها ايه؟ جملة سببية مبنية للمجهول. So people who donate blood can find out، يكتشف quickly if they have any health problems. have health problems ده collocation، متلازمة لفظية معناها عنده مشاكل صحية. health problems مش healthy problems، عشان healthy problems معناها مشاكل عندها صحة، وده تعبير خاطئ، ولكن health problems مشاكل في الصحة. giving blood can save lives، يعني التبرع بالدم ممكن ينقذ حيوات، جمع حياة lives، and it's easy to do، وسهل في عمله. working together، العمل معا. lions are disappearing all over Africa but there is some hope now after the amazing work of an organization called Lion Guardians which is based in Kenya but guardians help in nearby Tanzania. lions are disappearing، استخدم مضارع مستمر للتعبير عن المبالغة والسرعة في الحدث، ان هم شغالين يختفوا بسرعة. All over Africa معناها around Africa، يعني في جميع أنحاء أفريقيا. There is some hope، يعني في شوية أمل.
after the amazing work of an organization called. بعد الشغل المذهل بتاع مؤسسة called تدعى أو تسمى. هو المفروض خلي بالك الجملة دي an organization which المفروض كده which is called التي تسمى أو تدعى. فهنا ضمير الوصل which جوارة فعل مبني للمجهول is called تدعى. في اللغة الإنجليزية بيقولك لو ضمير الوصل اللي هو الذي أو التي يعني جوارة فعل مبني للمجهول يجوز حذفه. عايز تكتبه اكتبه، عايز تحذفه احذفه، بشرط يحذف معاه verb to be، هما الاثنين يتشالوا. يبقى يا إما تقولي an organization which is called، يا إما an organization called على طول منظمة تدعى، الاثنين صح. which is based in، الناس فاكرة الفرق بين based in و based on. based in معناها قائمة في مكان أو تكون في مكان أو موقعها في مكان، لكن based on معناها إيه؟ based on يعني قائم على أو مبني على، بمعنى فكري شوية. الفيلم ده مبني على قصة حقيقية يبقى based on. رأي مبني على المعلومات اللي هم قالوها لي يبقى based on، لكن الحاجة دي في المكان ده يبقى based in، ما تنساش. But guardians help in nearby Tanzania. nearby يعني القريبة. The aim of Lion Guardians is to help local people. الهدف بتاع Lion Guardians في ان هو يساعدوا الناس المحليين to protect their own livestock، ان هم يحموا الماشية بتاعتهم and reduce the number of lion killings، ويخفضوا عدد عمليات قتل الأسود in the area في المنطقة. cattle are important to the villagers، الماشية مهمة للقرويين. ملاحظ ان هو استخدم are جمع مع كلمة cattle، غالبا بنستخدمها جمع، غالبا بنتكلم عليها كجمع، لان كلمة cattle هي collective noun، هي اسم جمعي يعني اسم مفرد بس بيدل على مجموعة. cattle ماشية يعني قطيع من الحيوانات، مجموعة من الحيوانات، فتكلم عليهم هو بشكل جمع، ما قالش كاتل از، قال كاتل ار. فخلي بالك important to the villagers يعني مهمة للقرويين. but they often go missing. go missing collocation متلازمة لفظية معناه يفقد او يتوه. or are attacked او تهاجم مبني المجهول by lions من قبل الاسود. then the lions are killed as villagers worry about losing more livestock. worry about يعني يقلق بخصوص، ده برضو phrasal verb نحفظه worry about. طب ليه losing؟ ليه verb ing؟ عشان اي حرف جر يأتي بعده فعل لازم يكون مضاف له ing. اي حرف جر، about حرف جر جي وراها فعل، يبقى losing مش lose مش lost مش loses مش اي حاجة تانية. lion guardians is changing this. طيب انت ملاحظ حاجة غريبة هنا، lion guardians، guardians حماة جمع، والرجل ده بيقول لي از ازاي وليه؟ حد عارف؟ هو بيتكلم هنا على المؤسسة، لا مش اسم مركب، مش عشان اسم مركب، هنا هو بيتكلم على مؤسسة او منظمة lion guardians اللي اسمها lion guardians، المؤسسة دي تكون، فهو بيتكلم على مفرد، ما بيتكلمش على guardians نفسهم، ما بيتكلمش على الحراس، هو بيتكلم على اسم المؤسسة، بيقولك المؤسسة دي بتغير الكلام ده دلوقتي، يبقى هو خلي بالك ما تتخدعش بالجمع ده. The organization works with the community، تعمل مع المجتمع. فعل work بياخد كذا حرف جر حسب. work with، work with يعمل مع، يعمل مع حد. طب work for، work for يعمل لدى، برافو عليك، يعمل لدى، يعمل عند حد. work for يعمل عند مؤسسة، يعمل عند شركة، يعمل عند مصنع، يعمل عند شخص، لا مش يعمل على. work out يحل، work out a sum يعني يحل مسألة، work out a puzzle يعني يحل لغز. work out، work on، يعمل على، يعني ايه يعمل على؟
يعني شغال في حاجة. يقول لك he works on the car، هو شغال في العربية، هو شغال في العربية، works on the car، شغال على الحاجة دي. he works on his skills، يعني ايه he works on his skills؟ الأذكياء. يعني ايه he works on his skills؟ شغال على نفسه، شغال على المهارات بتاعته، بيطور مهاراته. تمام، الله ينور. work with يعمل مع حد، يعني زميله في الشغل او مساوي ليه لكن ما بيشتغلش عنده. the community يعمل مع المجتمع. to help both the lions and the livestock and this is done by employing local people. بيعمل مع المجتمع علشان يساعد كلب من الاسود والماشيه، وده بيتعمل this is done، وده بيتم عمله by employing، بتوظيف. by حرف جر، فبالتالي الفعل اللي وراها verb ing، by employing يعني بتوظيف local people، الناس المحليين. مساي من are chosen، مضارع بسيط مبني المجهول، يختاروا مش يختاروا، لا هم اللي بيتم اختيارهم. to become guardians، انهم يصبحوا حراس او حماه. as they understand lions and have the skills needed to monitor their movements. find missing livestock and stop hunting parties who kill lions for sport. بيقول لك بيختاروا رجال المصايه لقبيله المصايه دي علشان هم فاهمين الاسود و have the skills، لديهم المهارات. ده collocation have the skills. needed المطلوبه، نفس الحركه تم التاني. هو هنا المفروض في كلام محذوف اللي هو which are needed، المهارات التي تكون مطلوبه، يبقى ضمير وصل تاني اللي هو which، وراء ار نيدد اللي هو مضارع بسيط مبني المجهول. اللغه بتجيز لي، بتبيح لي ان انا اشيل ضمير الوصل واشيل معاه فيرب تو بي واسيب التصريف الثالث فقط، فيصبح معناها المهارات المطلوبه بدل المهارات التي تطلب. هديك على الكلام ده مثال عشان تفهمه اكتر. لما اقول لحضرتك ذا بوكس، الكتب، خلي بالك معايا، ويتش التي، وير ريتن كتبت، مش كتبت، الكتب كتبت. باي نجيب محفوظ، ار فيمس مشهوره، الكتب اللي اتكتبت بواسطه نجيب محفوظ كتب مشهوره. يبقى انا عملت ضمير وصل، استخدمت ضمير وصل عشان اوصل بين جملتين، اربط بين جملتين عن الكتب، ان الكتب دي اديتك معلومتين، الكتب دي اتكتبت بواسطه نجيب محفوظ والكتب دي مشهوره. ضمير الوصل لو تلاحظ هنا وراه فعل مبني للمجهول، والريتن ده ماضي بسيط مبني للمجهول، وزور تصريف ثالث ولا نسيت. اللغه بتقول لك لما يكون الوضع ده عندك ضمير وصل، عارف ضمير الوصل اللي هو which وذات، الذي او التي، وراه فعل مبني للمجهول سواء مضارع او ماضي، يعني مسموح لك ان انت تحذفه، عايز تحذفه في الكلام احذفه، بس احذف لي معاه فيرب تو بي كمان، فتكون العباره كالتالي: the books written by نجيب محفوظ واكمل عادي. الناس اللي ما بتستسيغش ده او بتحس انه مش فاهماه، نقول لهم بدل ما كانت الكتب التي كتبت اصبحت الكتب المكتوبه، مش اتفقنا ان التصريف الثالث هو اسم المفعول؟ الكتب المكتوبة بواسطة نجيب محفوظ. فالجملة دي صح والجملة دي صح، اللي تعجبك اتكلم بيها، اللي تعجبك اكتبه، اكتب بيها. تمام يا حضرات؟ To monitor their movements، to monitor their movements عشان يراقبوا. monitor طبعا ده اسم وفعل، فعل بمعنى يراقب واسم بمعنى شاشة عرض أو عرض. find missing livestock ويجدوا الماشية المفقودة. and stop hunting parties، هنا stop معناها prevent، بتساوي كلمة يمنع، ويمنعوا مجموعات الصيد who kill the lions for sport، اللي بيقتلوا الأسود من أجل الرياضة. kill the lions for، بيقتلوا الأسود من أجل الرياضة. they are taught to be field biologists and are given a sense of responsibility، يعني هم بيعلموا، مضارع بسيط مبني المجهول. they are taught to be field biologists، يعني بيعلموا انهم يكونوا علماء احياء ميدانيين. فعل teach لو انت مش حافظ تصريفاته انا قلت لك قبل كده اكتبه، اكتبه لو سمحت. teach taught
توت. دي الثلاث تصريفات بتاعته. والرابع طبعا معروف اللي هو بتاخد المصدر وتضيف له ing teaching، معروف، يبقى teach توت توت. وبيعطوا حس المسؤولية. Lions are monitored، يعني الأسود تراقب every day، كل يوم. And the information is sent، ترسل المعلومات to the cattle farmers، لفلاحين الماشية. Who can then make sure، اللي بيتأكدوا their cows are safe. Lions are monitored every day and the information is sent to the cattle farmers who can then make sure their cows are safe، اللي بيتأكدوا ان البقر بتاعهم آمن. Lion guardians are very successful، اللي هم حراس الأسود ناجحين. طب ثواني هنا، قال لك lion guardians are، طب ما من شوية قال lion guardians is، فاكر؟ نرجع كده من شوية، قال lion guardians is. الرجل ده هيحيرنا معاه، مرة lion guardians is ومرة lion guardians are. ايوه والله ينور عليك يا إسراء. هنا ما بيتكلمش على المؤسسة، ركز كده وخليك بتفهم لغة. إسراء بتقول لنا هنا بيتكلم على الحراس فعلا نفسهم. الحراس بتوع الأسود دول are very successful، ناجحين. مش بيقول إن المؤسسة اللي هي اسمها Lion Guardians ناجحة. يبقى هو كده بيتكلم جمع، برافو عليك. They help the future of lions as well as the local communities، بالإضافة إلى as well as، بالإضافة إلى. كلمة as well as ممكن يجي وراها noun زي ما انت شايف كده، the local communities، وممكن يجي وراها فعل. بس لو جي وراها فعل يبقى verb ing. اقول لك مثلا he teaches English as well as working مثلا in a company، هو او as well as being a youtuber مثلا. يبقى as well as لو جي وراها فعل هيكون verb ing. كلمة succeed و successful عدت علينا، كلمة succeed ينجح وكلمة successful ناجح. ال word families عائلات الكلمات أو ال derivatives حاجة مهمة جدا في اللغة الإنجليزية. succeed فعل، verb بمعنى ينجح، الاسم منها، الناون منها إيه؟ success نجاح. الصفة منها ايه؟ ايه هي الادجكتيف منها؟ successful ناجح. ايه هو الادفيرب الظرف منها؟ ظرف الكيفية، الطريقة، successfully بنجاح. ان انت تعرف الكلام ده عن عائلات الكلمات هيساعدك كتير في اللغة الانجليزية. ايه البارت اوف سبيتش بتاع كلمة succeed؟ verb، تصنيفها في اللغة فعل معناها ينجح. عرفت انت مكانها في الجملة فين؟ لان الفعل بيأتي بعد الفاعل. ولك he succeeded in achieving his goal، هو نجح في تحقيق هدفه. ولما بتيجي فعل بيجي وراها حرف الجر ان، ينجح في، succeed in، وبيجي وراها verb ing، he succeeded in achieving his goal، يبقى هو نجح في تحقيق هدفه. the new player in الاهلي، اللعيب الجديد في الأهلي، succeeded in scoring two goals in front of الإسماعيلي today، نجح في تسجيل هدفين قدام الإسماعيلي النهاردة. succeeded in scoring، يبقى succeed فعل بيجي مع حرف الجر in، بيجي وراء verb ing، ينجح في فعل كذا. success اسم نجاح، أقول لك his success، نجاحه in Liverpool، في ليفربول، makes everybody inspired، بيخلي كل الناس شاعرة بالإلهام. his success نجاحه، النجاح بتاعه، يبقى ناون. محمد صلاح is the most successful player in the world، هو أنجح لعيب في العالم، هو أكثر لعيب ناجح، صفة بوصفه. محمد صلاح could successfully score 107 goals in the British League، محمد صلاح سجل بنجاح 107 هدف في الدوري الإنجليزي، سجل بنجاح. الطريقة اللي سجل بيها successfully، مهم جدا تكون واعي من الكلام ده وانت بتدرس اللغة الإنجليزية لو انت عايز تكون كويس في اللغة الإنجليزية. Premier League، yes that's right that's correct. Interviewer، interviewer يعني ايه؟ interviewer يعني شخص بيجري محادثة او حوار مع حد.
طيب طالما انترفيور كده يبقى انترفوي ايه؟ انترفوي يعني ايه؟ انترفيور الشخص اللي بيجري المقابلة. طب وانترفوي الشخص اللي بتجرى معه المقابلة. يبقى لو افترضنا ان في مذيع عامل حوار مع محمد صلاح، يبقى المذيع اسمه انترفيور، محمد صلاح اسمه انترفوي. نفس الكلام مع employer و employee. الفرق بينهم، الفرق بين employer، احنا عندنا الفعل employ يوظف، employ يوظف. طب employer يعني ايه؟ احنا لو فاهمين موضوع ال ER، ال ER دي suffix. يعني ايه suffix حضرات؟ يعني لاحقة، يعني برافو عليك، برافو، يعني مجموعة حروف بنضيفها في اخر الكلمة. يقول لك play يلعب، طب و player لاعب. ال ER دي بنسميها ايه؟ suffix مش prefix. ال prefix دي مجموعة حروف بتضاف في اول الكلمة، ال suffix مجموعة حروف بتضاف في اخر الكلمة. طب ال ER دي suffix بيعمل ايه؟ بيحول لك من فعل للشخص اللي بيقوم بي، player لاعب الشخص اللي بيلعب، interviewer محاور الشخص اللي بيحاور، teacher مدرس الشخص اللي بيه اللي بيدرس، teach يدرس، teacher مدرس. يبقى employer زي ما قالت زميلتنا في الشات صاحب العمل اللي بيوظف، بعد ده اللي بيوظف الناس يبقى صاحب العمل. طب employee ها بالظبط، الله ينور عليك احمد شريف، يبقى الموظف نفسه employee، يبقى الموظف نفسه. طيب trainer وtrainee، ترينر وتريني الفرق بينهم؟ مدرب متدرب، برافو عليكم، مدرب متدرب. برضو فهمنا للبريفكسز والسافكسز هيساعدنا كتير في التعلم. ايه هي البريفكسز؟ هي مجموعة الحروف اللي بنحطها في اول الكلمة، زي مثلا لايك، تروح انت هتطلعها في الاول ديس، تبقى ديس لايك، العكس بتاعها لايك يحب ديس لايك يكره. فالديس هنا مهمتها ايه؟ الديس هنا بريفكس بداية بادئات. طب والاي ار في اخر بلاير دي سافكس نهاية لاحقات. برضو فهمنا لده هيساعدنا في حاجات تانية كتير. الانترفيور بيقول in today's program we are talking to Martin Drake about دكتور ليلى هزاع. في برنامج اليوم هنا هنتكلم مع مارتن دريك عن الدكتورة ليلى هزاع. An Egyptian conservation biologist، عالمة أحياء بتحافظ على البيئة مصرية. And founder of Lion Guardians، ومؤسسة founder. تخلي بالك من فعل found يؤسس. ليه؟ احنا عندنا فعل اسمه find يجد، مش كده ولا ايه؟ find يجد الماضي بتاعه found وجد، التصريف الثالث found. طب ما في عندنا فعل found المضارع بتاعه، يعني found المضارع بتاعه found معناه يؤسس. الماضي founded، التصريف الثالث founded. المشكلة هنا فين؟ المشكلة ان الماضي بتاع find يجد متشابه مع المضارع بتاع found يؤسس، فممكن يعمل لنا لخبطة. هفهمه منين؟ من سياق الكلام، من السياق بتاع الكلام، من اللي وراها واللي قدامها والكلام، هترجم معناه يؤسس ولا وجد بناء على ايه. فتخلي بالك found يؤسس ده مضارع، لما نحط لها ER اتفقنا ان احنا كده ايه، اصبحت عندنا كلمة المؤسس. يبقى هي المؤسسة of Lion Guardians conservation project، مشروع، project يعني مشروع، in Kenya. Martin, when did Lila became interested in lions؟ امتى ليلى اصبحت مهتمة بالاسود؟ interested in، مهتم بي. Martin, well, as a child، يعني وهي طفلة. as a child يعني زمان وهي طفلة، خلي بالك عشان هنحل على الكلام ده. her father told her stories about how he listened to lions roaring at night when he was sleeping on the roof of their house during the summer.
وهي طفلة كانت بتسمع أبوها يحكي لها قصص عن سماعه لزئير الأسود وهو نايم فوق سطح البيت في الصيف. But when he explained that there weren't any lions left in Egypt, when he explained that there weren't any lions left in Egypt, she decided that when she grew up, she would find out how to save them in other countries. لما حكى لها ان الاسود خلصت من الصحاري المصريه، ما عادش عندنا اسود في الصحاري بتاعتنا، قررت ان هي لما تكبر تحاول تحمي او يعني تعمل حاجه عشان تنقذ الاسود دي في الدول الاخرى. كلمه ديسايد بتيجي بتلات اشكال: ديسايد اون يحدد، ديسايد تو يقرر، وديسايد يقرر بس ديسايد ذات. ايه الفرق بينهم؟ ديسايد اون يجي وراها اسم، يقول لك هي ديسايدد اون هيز جول، حدد هدفه. هي ديسايدد اون هيز جول، يبقى تخلي بالك وانت بتختار حرف جر في سؤال التشويسز مع كلمه ديسايد. شوف اللي بعد السبيس ايه، لو اسم يبقى اون، هي ديسايدد اون ذا ديت مثلا اوف ذا ويدنج، هو حدد تاريخ الزفاف، يبقى he decided on the date of the wedding. طب decide to بيجي وراها فعل مصدر، فعل مصدر، يقول لك he decided to travel، he decided to marry، قرر يتزوج، قرر يسافر. decide that بيجي وراها جملة كاملة زي ما انت شايف كده عندنا في الريدنج، جملة كاملة. he decided that he should see a doctor، هو قرر ان هو المفروض يشوف دكتور. هنا he decided او she decided، she decided that when she grew up، قررت ان هي لما تكبر she would find out how to save them in other countries. What happened next؟ interviewer بيقول ايه اللي حصل بعد كده. مارتن بيقول she went to America to study conservation biology and then moved to Kenya to research lions amongst the Maasai people. قررت انها تسافر امريكا عشان تدرس الاحياء والحفاظ على البيئة، وانتقلت الى كينيا عشان تعمل ابحاث. research يعني تعمل ابحاث. lions amongst، amongst معناها among يعني بين، يبقى كلمة amongst بتساوي among. طب وايه الفرق بينهم وبين between؟ between بين اتنين، يعني لما اقول لك مثلا ليلى قاعدة وسط منى وسحر، يبقى دي كده between، بين اتنين. لكن ليلى قاعدة وسط اصحابها، يبقى ليلى واصحابها حواليها كذا حد، ما بين مجموعة يعني، يبقى ليلى كده among بين اصحابها among، لكن بين اتنين between. فكلمة amongst بتساوي كلمة among معناها بين اكتر من اتنين. it was there that she saw how quickly lions were disappearing. كان هناك في كينيا لما شافت ازاي بسرعة الاسود بتختفي. did you know that 60 or so years ago، من 60 او يعني كده سنة مضت، there were about 200,000 lions in Africa، كان في 200,000 اسد في افريقيا من 60 سنة او نحو ذلك. but the number is under 20,000 now، بس العدد دلوقتي اقل من 20,000. So why are lions disappearing so quickly؟ ليه الأسود بتختفي بسرعة؟ مارتن: there are several reasons، في أسباب عديدة. people have built houses in the areas that lions traditionally hunt so they can't find enough food to eat and so they attack the villagers' livestock، you know؟ قالوا الناس بدأت تبني بيوت في المناطق اللي الأسود بتصطاد فيها، عشان كده الأسود مش لاقي أكل، فبالتالي بتضطر الأسود إنها تهاجم الماشية. كما تعلم their cows and goats اللي هي البقر والمعيز، the villagers get angry، get angry يعني بيصبحوا غاضبين، هنا get بتساوي become يصبح، والاتنين بياخدوا وراهم adjective صفة علشان الاتنين linking verbs مش action verbs، فget angry مش get angrily، become angry يصبح غاضب مش become angrily. with the lions and kill them in order to protect their animals، وبيقتلوهم لكي يحموا الماشية بتاعتهم او الحيوانات. in order to معناها لكي، بتساوي to لوحدها،
يعني تو لوحدها معناها لكي، وان اوردر تو معناها لكي. Another reason is prestige. سبب اخر لقتل الاسود من قبل القبيلة دي هو المكانة الاجتماعية، prestige. In Maasai culture، في الثقافة بتاعتهم، young men get a lot of respect. الشباب بيحصلوا على الكثير من الاحترام from killing a lion، من قتلهم لأسد. يقتل أسد يبقى إيه؟ وضعه داخل القبيلة عالي العالي يعني. They are even given a lion name. ده حتى بيطلقوا عليهم أسماء أسود، which shows that they are no longer a boy but a man. بتظهر إن هو ما عادش ولد، إن هو بقى راجل كبير عشان قتل أسد. ففي سببين لقتل الأسود، إن الأسود بتقتل الماشية، وإن الناس دي فاكرة إنه لما يقتل أسد كده بياخد مكانة في وسط القبيلة. Interviewer، what did Leela do؟ وعملت إيه الدكتورة ليلى؟ مارتن قال له she lived with the Maasai for a year and listened to their views about lions. عاشت مع القبيلة دي سنة وسمعت آرائهم في الأسود. She learned that، اتعلمت منهم إن they have a love-hate relationship، يعني علاقة حب وكره في نفس الوقت بينهم وبين الأسود. With lions they admire their beauty، الناس دي معجبة بجمال الأسود. But hate them، بس بتكرههم. For eating، ليه eating؟ عشان for حرف جر. For eating their cattle، عشان أكلهم للماشية بتاعتهم. She also understood the prestige that came from being a lion killer. فهمت كمان المكانة اللي بيكسبها للشاب قتله للأسد. And realized that she needed to persuade the young men that keeping livestock and having a job gave them more prestige than killing a lion. كان لازم تقنع الشباب دول ان حماية الماشية بتاعت الفلاحين، وان يكون الشاب ده عنده وظيفة، ده هيديله برستيج اكتر من قتله الاسد. So she started to teach them about the advantages of protecting lions instead. بدأت تعلمهم عن مزايا. اولا كلمة start، فعل start بياخد تو مصدر وراء او verb ing بدون تغير في المعنى، وتلات افعال بيحصل معاهم كده: فعل start، فعل begin، فعل continue. مالها الافعال دي حضرات؟ الافعال دي لو جبت وراها تو مصدر صح، لو جبت وراها verb ing على طول صح. فلو انت قلت started to teach صح، طب لو قلت started teaching، started teaching برضو صح حضرت، الاتنين صح. احذر عشان مستر ايمن ممكن يجي لك في الامتحان ويقول لك مثلا she started to space me about the accident. to tell ولا telling ولا tell ولا a و b؟ فانت حضرتك هتقول لي ايه؟ a و b، عشان started to tell صح و started telling برضو صح. انت اللي جاي كده في الشرح، start و begin و continue ينفع وراهم تو مصدر، وينفع وراهم verb ing بدون تغير في المعنى، دي تديك معنى دي. طيب advantages يعني مزايا. طب انا لو حطيت لها this في الاول، disadvantages تبقى ايه؟ عيوب. برافو عليكم، تبقى عيوب. ايه بقى الدس دي؟ prefix، بادئة، مجموعة حروف حطيتها في اول الكلمة. فالدس مهمتها ايه؟ تعمل لي العكس، advantages مزايا، disadvantages عيوب، وانستيد معناها بدلا من ذلك. Is that when she started Lion Guardians؟ هل ده التوقيت اللي بدأت فيه تأسيس المؤسسة بتاعة حماة الأسود؟ Yes, Lion Guardians is an organization that employs local people to look for lions in order to protect them. دي مؤسسة بتساعد أو بتوظف المحليين علشان يدوروا على الأسود، يبحثوا عنها لكي يحموها. look for يعني يبحث عن، look for يبحث عن. طب look after، look after يعتني بي، يعتني بي. طيب look at ينظر إلى، ينظر لي. طب look up، look up، لا look up يبحث
عن معنى كلمة في قاموس أو معلومة في كتاب. لما أقول لحضرتك هي عاصمة تنزانيا إيه؟ تقول لي I don't know. I will look it up. يعني إيه؟ هدور عليها، هبحث عن المعلومة دي. I will look it up. يتحفظ الكلام ده حضرات. Remember these young men already have the skills. عنده المهارات needed أو which are needed. التي تكون مطلوبة أو المطلوبة على طول. To track lions in the wild. يعني لتعقب الأسود في البرية. Wild اللي هو البراري يعني. So they are taught to become lion guardians rather than يعني بدلا من. Rather than بدلا من lion killers. اتعلموا يكونوا حمال الأسود بدلا من قتلة للأسود. The organization gives them a job and teaches them to read and write. المؤسسة بتديهم وظيفة وبتعلمهم يقرأوا ويكتبوا. So they can help conservations with their research. ممكن يساعدوا في الحفاظ على البيئة بالبحث بتاعهم. Interviewer, how successful is the program? يعني إلى أي مدى البرنامج ناجح؟ معنى how successful يعني إلى أي حد أو إلى أي مدى. زي ما أقولك how clever is عادل يعني إلى أي مدى عادل ذكي إلى أي حد. فالإجابة هنا very successful. Very ده ظرف من ظروف الدرجة اللي بتبين درجة الصفة وهي إجابة how successful. إلى أي مدى هم ناجحين؟ قال له very successful. ناجحين جدا. مسايمن now have jobs. دلوقتي عندهم وظائف. Regular income. دخل ثابت. And a sense of purpose. وحس بالواجب. وحس بالمسؤولية. They get to know the lions they are protecting and even give them names and talk about them with fondness. بدأوا يعرفوا الأسود اللي هم بيحموها وحتى بيطلقوا عليها أسامي وبدأوا يتكلموا عليها بإعجاب. الانترفيور بيقول له إيه؟ And finally, what can other conservationists learn from lion guardians? إيه اللي ممكن محافظي البيئة الآخرين يتعلموه من المؤسسة دي؟ learn from يتعلم من، لكن learn about يتعلم عن. خلي بالك learn from يتعلم من، learn about يتعلم عن. The importance of listening to people in the community and to recognize how much knowledge local people have. ممكن يتعلموا أهمية ان انت تسمع للناس بتاعة المجتمع المحلي وكم المعلومات او كم العلم او المعرفة اللي الناس دي عندها. Have a knowledge يعني عنده معرفة. ده فعل have مع كلمة knowledge يعمل لي collocation متلازمة لفظية بمعنى لديه معرفة. طب ليه أنا استخدم how much مش how many؟ لأن كلمة knowledge معرفة غير معدود، فلازم استخدم معها much مش many. الغير معدود بنستخدم معها much. By working together بالعمل معا both the locals and conversations can benefit. كل من المحليين السكان المحليين والمحافظين على البيئة بيستفيدوا هما الاثنين. benefit معناها يستفيد. benefit from يستفيد من كفعل. خلي بالك benefit from يستفيد من. the benefit of كاسم تاخد of. the benefit of يبقى كلمة benefit لو جاية فعل بمعنى يستفيد يبقى from. طب لو جاية اسم بمعنى فائدة تاخد of. تخلي بالك. طيب لو جت بمعنى يفيد، لان هي كلمة من الكلمات الغريبة في اللغة الإنجليزية تيجي بمعنى يستفيد ويفيد، ما تاخدش حروف جر خالص. اقولك English language will benefit you. اللغة الإنجليزية هتفيدك at the end في النهاية. will benefit you على طول، مفيش لا of ولا from. ركزت معايا ولا لسه؟ كلمة benefit لو جت كفعل بمعنى يستفيد يبقى تاخد حرف الجر from يستفيد من. جت كاسم بمعنى فائدة تاخد حرف الجر of. جت كفعل بمعنى يفيد مش يستفيد، يفيد يبقى ما بتاخدش حروف جر خالص. يفيد كذا على طول من غير حروف جر. أكيد حضرتك بتكتب الكلام ده في الكراسة عندك. طيب thank you Martin and at 8 o'clock tonight you can see a وبيكمل حاجة تانية مش عايزينها. The Maasai are experts at tracking animals and lions are the most well-known animals that they follow. كلمة expert يعني خبير تاخد ثلاث حروف جر. expert at, expert in, expert
on خبير في at أو in أو on. tracking عشان at حرف جر فبيجي وراه verb ing. well known معناها مشهور أو معروف، بتساوي كلمة famous، يبقى كلمة well known وكلمة famous هما synonyms مترادفات. طب هنا كلمة follow يتبع وكلمة track يتعقب، يبقى الاثنين برضو ايه؟ synonyms مترادفات. But how do they do it? How do they do it? ازاي بيعملوها؟ The lions are tracked، مضارع بسيط مبني المجهول، الأسود تتعقب أو تتبع by the Maasai who use all their senses، يستخدموا كل الحواس بتاعتهم to follow them. When a bow print is discovered، لما يكتشف أثر لقدم حيوان، it's checked to see if it is an old bow print or a recent one، عشان يشوفوا إذا كانت قديمة ولا حديثة. يبقى الكلمتين دول يعتبروا إيه؟ antonyms، متضادات لبعض. Then the bus is followed by the Maasai until the lions are found، بيتبعوا بقى الطريق بتاع الأسود والخطوات بتاعت أقدامهم والأثار بتاعت أقدامهم لغاية ما توجد الأسود أو يلاقوها يعني. While they are tracking the lions، the Maasai are listening and looking for signs، بيبحثوا عن علامات to help them discover where they are، عشان تساعدهم في انهم يكتشفوا هم فين. help them discover، تساعدهم يكتشفوا، يبقى help مفعول فعل مصدر، وممكن help مفعول to مصدر. لو to discover برضو صح، لو كتبناها to help them to discover برضو صح، to help them discover برضو صح، الاثنين صح. In the past، في الماضي، the Maasai might kill a lion when they found one، كان المصاي ده يقتل الأسد لما يجده. Today lions are protected، اليومين دول الأسود تحمى by the Maasai، بواسطتهم هم نفسهم، from hunting من الصيد أو from hunting parties من جماعات الصيد أو مجموعات الصيد، and at the same time وفي نفس الوقت the local people's cows are safe، برضو البقر بتاع الناس آمن. thanks to، يعني ايه thanks to يا حضرات؟ قلناها اكتر من مرة، بفضل، برافو، بسبب او بفضل، بفضل او بسبب، بتساوي because of، بتساوي due to، بتساوي owing to. بفضل the lion guardians، حماة الاسود، everyone is happy، كل الناس سعداء. ازاي everyone is يا حضرات؟ مش المفروض everyone are؟ everyone is ازاي؟ بالظبط يا اسراء، برافو عليك، بالظبط، برافو عليكم. الانديفينيت بروناونز everyone و someone و everybody و no one و nobody تعامل مفرد مع الفعل، تعامل جمع مع الضمير، لما عود عليها بضمير يبقى they them there theirs themselves، لكن مع الفعل الفعل مفرد. برافو عليكم. young people and older people do not always spend a lot of time together، الشباب والكبار في السن مش دايما بيقضوا وقت كتير مع بعض. But they can do a lot، يعني ممكن يعملوا الكثير، to help each other، عشان يساعدوا بعض. In some communities children and teenagers volunteer to support older people. In some communities، يعني في بعض المجتمعات، children and teenagers، الأطفال والمراهقين، volunteer to support older people، بيتطوعوا عشان يدعموا الكبار. They sit and watch television with them، بيقعدوا يشاهدوا تلفزيون معهم. They help them with their shopping or other tasks around the house، يعني بيساعدوهم في التسوق بتاعهم. خدت بالك من help them with؟ help them with مش in، عشان لما أقول لك مثلا ترجم لي العبارة دي، دائما ما تساعد هدى والدتها في أعمال المنزل. وأقول لك ترجم حضرتك، الترجمة مهارة تبع مهارة الرايتنج، الكتابة، وهنعمل لها حصص إن شاء الله. من مهارات الترجمة أن أنت تلاحظ وتاخد بالك من الفرق بين اللغة اللي أنت بتترجم منها واللغة اللي أنت بتترجم إليها. اللغة العربية متنوعة ولغة ضخمة ولغة قوية،
فممكن فيها تركيبات كتير، ممكن تبدأ بدائما، وممكن تبدأ بالفعل، وممكن تبدأ بالفاعل. اللغة الإنجليزية one way إلى حد كبير، يعني فيها في أساليب برضو فيها، بس إلى حد كبير هي لازم تبدأ بالفاعل. أنت مش هتبدأ بدائما ولا هتبدأ بتساعد، أنت هتبدأ بهدى، لأن هدى الفاعل، يبقى هدى. طيب كلمة دائما، إيه المعلومة اللي أنت عارفها عنها؟ كلمة دائما يعني always، أنت عارف عنها إيه لما شرحنا المضارع البسيط؟ إن ده ظرف تكرار، وظروف التكرار تأتي قبل الفعل وبعد فيرب تو بي. مصطفى عادل الله ينور. تمام يا إسراء، بس يا ريت نحددها بالفعل، قبل الفعل، لكن لو الفعل قام وظهرت بقى بعده. طب هنا الفعل يساعد help، يبقى هتكون قبله always. الفعل ادي الفاعل هدى، ادي ظرف التكرار always، انت طبقت المعلومة اللي انت عارفها عنه ان هو يأتي قبل الفعل، و help هضيف له اس. ليه هضيف له اس؟ عشان هدى مفرد، والمضارع البسيط بيشترط هذا التصريف الاول للفعل ويضاف له اس لو كان الفاعل مفرد. مين المفعول؟ والدتها، هير mother. في المعلومة هنا ما بتقول لي ايه؟ with مش ان، يساعد في، يبقى help with مش help ان، يبقى ايه؟ with اعمال المنزل the housework، the housework. علشان تعمل جملة صحيحة زي كده وتترجم ترجمة صحيحة وتبقى حد كويس في اللغة الإنجليزية، لازم كل المعلومات اللي انت بتاخدها تطبق. الجملة في اللغة الإنجليزية بتبدأ بالفعل، يبقى ابدأ بالفعل. ظرف التكرار مكانه فين؟ انا عارف مكانه فين قبل الفعل. الفعل مضارع بسيط بيتضاف له اس مع الفاعل المفرد، اطبق ده. الضمائر، في ناس تقول بدل ما تقول لك هير ماذر يقول لك هيز ماذر. ليه يا ابني يا حبيبي؟ دي والدتها. طب ما انا كاتب والدتها يا مستر، هيز ماذر. نقول له لا حبيبي، هيز ماذر والدته، دي صفة ملكية للمفرد المذكر، انت كده مش عارف يعني ايه ضماير. ويز، انا مش عارف ان هيلب بتاخد ويز. لازم حضرتك تطبق كل المعلومات اللي تعرفها علشان تطلع بجملة زي كده صح. ما غلطش في مكان ظرف التكرار، ما غلطش في الاس بتاعت المضارع البسيط، ما غلطش في ضماير يبقى هو كاتبها لي والدتها وانا اقول له هيز ماذر، ما غلطش في حرف جر المستر نبهني عليه وقال لي هيلب بتاخد ويز ما بتاخدش ان، وكل الكلام ده. لو حضرتك عايز تكون حد كويس في اللغة الإنجليزية يبقى تسمع كل الملحوظات اللي بنقول عليها وتذاكرها، عشان لما تيجي تترجم، لما تيجي تعمل اختيار، لما تيجي تعمل أي حاجة تكون الكلام ده في ذهنك. يبقى help with زي help them with their shopping، التسوق بتاعهم، or other tasks أو أي مهام أو أعمال أخرى around the house، يعني في المنزل أو في كل حتة في المنزل. They listen to their stories about life a long time ago. الشباب بيسمع قصص الكبار عن حياتهم من وقت طويل مضى. The older people، الناس الكبار، the older people، الناس الكبار، do not feel so alone، ما بيشعروش بالوحدة بسبب وجود الشباب حواليهم. They get the help، بيحصلوا على المساعدة. They need، اللي محتاجينها. And they can share interesting information about life in the past with the next generation. وممكن يشاركوا معلومات شيقة عن الحياة في الماضي مع الجيل القادم. كلمة generation كلمة مهمة، جيل، ولازم تحفظ. But what about the young people؟ وماذا عن الشباب؟ Well, they can learn a lot about the history of their community. ممكن يتعلموا من الكبار تاريخ المجتمع بتاعهم. They also see that older people were just like them when they were younger. يعني ايه like هنا حضرت؟ معناها ايه like؟ هل معناها يحب؟ طب معناها ايه؟ يشبه. برافو عليكم. فعل like لما يسبق بام او اذا او ار او وز او وير ما بيكونش معناه يحب، بيكون معناه يشبه. هنا جاست معناها بالظبط، يعني مش فارقه كتير في الترجمه. وير لايك انهم كانوا يشبههم في شبابهم وهم كانوا صغيرين. طيب نحل 115 مع بعض طالما خدناها هومورك. What time is best usually arrive at school when you were a student؟ تخلي بالك وانت بتحل بالذات في الازمنه الاشارات اللي في الجمله اللي هي بتوحي لك بالزمن بتاع الجملة. هنا بيقول لك when you were a student، يعني لما كنت طالب، يبقى الراجل ده بيتكلم في الماضي، لما كنت طالب، طالما ماضي يبقى dead.
What time is Miss usually arrive at school when you take a taxi؟ لا هو كده مش بيتكلم في الماضي، بيتكلم في المضارع، بيقول لي انت امتى بتوصل المدرسة؟ عادة لما بتاخد تاكسي، مش لما كنت بتاخد تاكسي، لا لما بتاخد تاكسي حاليا في المضارع يبقى ايه؟ do you. برافو عليك. My son is base ambitious، ambitious يعني طموح، and he wants to study medicine، وعايز يدرس طب. بالظبط، الله ينور. is always، لان احنا قلنا معلومة مهمة عن ظروف التكرار، تأتي قبل أي فعل لكن بعد verb to be، يبقى is always. When I finish my work I close my office and space home. الذكي هيلاحظ finished وهيلاحظ closed، يبقى and ايه؟ and returned. طبيعي انت بتعطف افعال على بعض، يبقى لازم يكونوا في نفس الزمن. خلصت، قفلت، عدت، يبقى ماضي. His mother spaces room while he was studying his lessons. While he was studying، بينما كان يذاكر، يبقى هي عملت ده في الماضي لان هو كان بيذاكر في الماضي، يبقى opened. The moon spaces around the earth، دي حقيقة، a fact. القمر يدور حول الأرض، دي حقيقة. والحقائق مضارع بسيط، يبقى moves. He phoned me once he spaced the message، يعني هو اتصل بي بمجرد ما قرأ، أكيد مش يقرأ لأنه اتصل في الماضي، يبقى بمجرد ما قرأ الرسالة، read، لأن الماضي من read نفس السبيلينج بس مش نفس الايه النطق، read 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 read، يبقى ده ماضي. ده he will phone me، هيتصل بي، ركز وتذوق، هيتصل بي once، بمجرد أن he spaces، بمجرد أن يقرأ، يبقى هو هيتصل بيا بمجرد ما يقرا. وانس هنا رابط، وانس دي معناها رابط زي as soon as كده، بمجرد أن. سبقها مستقبل، يبقى وراها مضارع بسيط reads، حتى المعنى والتذوق بيقول كده، هو هيتصل بيا بمجرد ما يقرا، يقرا مضارع. Space I was 12 my family moved into this flat، اكيد when، عندما كنت في سن الثانية عائلتي انتقلت الى هذه الشقة. He space early، هي rarely معناها نادرا، لو كنت نسيت rarely معناها نادرا. He is rarely early، يعني هو نادرا ما بيكون بدري، نادرا ما بيبدر. يعني ليه is rarely؟ علشان rarely ظرف تكرار زي often وزي sometimes وزي always، يأتي قبل الفعل وبعد verb to be. He is based up early، ازاي بي، ازاي gets rarely up؟ يعني يا جدعان rarely ظرف تكرار، يأتي قبل اي فعل ما عدا ام وزهر بس، يأتي بعدهم. الناس اللي بتقول بي بتقول لي gets rarely، جاية بعد gets ليه؟ المفروض قبلها. rarely ايه العك ده؟ احنا بنحل في 33، الناس اللي بتعك دي. ايوه طبعا، ايه في حضرات؟ rarely gets، rarely gets ظرف التكرار ياتي قبل الفعل، ظرف التكرار ياتي قبل الفعل، يبقى rarely قبل gets. طب ليه gets؟ عشان هي الفعل يتضاف له اس مع الفعل المفرد ولا ايه؟ it hardly space in Egypt، نادرا او بالكاد، يعني hardly معناها بالكاد ما بتمطر في مصر. it hardly rains حقيقة، مضارع بسيط. As a school boy، قلت لك من شوية خلي بالك هنحل عليها. As a school boy بتشير لماضي، يعني لما كان طالب في المدرسة معناها كده. My uncle always spaced to school on foot، وانت طبعا. Mom spaced by all family members، بيقول أمي، اللي بيقول loves، اللي بيقول دي، راجع نفسك وبص الباي، بص الباي كويس، by all family members، عيب عليك اللي بتقول لفظ بواسطة، باي معناها بواسطة، بتظهر امتى دي؟ باي فلان دي في المبني للمجهول، اللي بيقول ايه اسكت خالص، is loving، طب ما ده مبني المعلوم برضو بس مضارع مستمر، ثم انت مرتكب جريمتين، اللي بيقول ايه تخرس خالص لان انت مرتكب جريمتين. قلنا لك ان فعل لاف من الافعال اللي ما بتجيش في الاستمرار، مفيش حاجة اسمها is loving يا باشمهندس، تشغل في ماكدونالدز ولا ايه؟ حضرات، أمي
محبوبة من بواسطة كل أعضاء العيلة، كل أفراد العيلة بتحبها. يبقى ده مضارع بسيط، عشان دي حقيقة حاجة ثابتة. يبقى مضارع بسيط مبني المجهول. مضارع بسيط مبني المجهول يعني ايه؟ يعني اما واذا وارت الصيف تالت is loved يا بهوات، is loved. البي اللي بيقول is being loved، ما ده مضارع مستمر مبني المجهول. واحنا اتفقنا يا بيه يا اللي ما بتذكرش ان فعل love ما يجيش في الاستمرار سواء active او passive، ما يجيش في الاستمرار خالص. ولفظ هتبقى مبني المعلوم امي بتحب بواسطة كل اعضاء العيلة. طب ازاي بتحب؟ بتحب يا باشمهندس. ركز وترجم الجملة كويس، خد بالك من الاشارات اللي في الجملة، خد بالك من حاجة زي باي توحي لك انها مبنية المجهول لو انت مش عارف تترجم كويس. احفظ شكل الازمنة في المبني المجهول، ام وزورت الصيف ثالث وزورت الصيف ثالث. سهل الموضوع، سهل، بس عايز حد مخلص شوية في المذاكرة، حد مخلص. I'll phone you، هتصل بيك as soon as، بمجرد ان I space my work، بمجرد ما خلص شغلي. تحية للناس اللي بتقول بي، تحية للناس اللي بتقول مضارع بسيط. الرابط ايا كان بقى، as soon as ولا when ولا كده، لو يسبقه مستقبل يبقى وراه مضارع. يا باش مهندس يا اللي قلت دي حافظها انت من تلت اعدادي، ان as soon as بيجي وراها ماضي تام، بس بشرط يجي قبلها ماضي بسيط. يعني as soon as عشان يجي وراها ماضي تام يا باشمهندس اللي احنا اساسا لسه ما درسناهوش، فمش من حق اسالك فيه اساسا يعني لو انت ذكي. ماضي تام ايه؟ ماضي تام بعد as soon as وبجاب لها ماضي بسيط. ما انت عشان حافظ مش فاهم عملت المصيبه دي. لكن لو انت فاهم تيجي بالتذوق من غير حفظ قواعد. بقول لك هتصل بيك بمجرد ما خلص، مش هينفع اقول لك هتصل بيك في المستقبل بمجرد ما خلصت في الماضي. ازاي يعني هتصل بيك بمجرد ما خلص؟ يبقى فينش، مش فينشت، مش هات فينشت. وي اول سبيس ان الله، كلنا نعتقد في الله، يعني كلنا نعتقد في ان الله موجود. وي اول بليف، حقيقه ثابته، مضارع بسيط. اتس تايم وي سبيس هوم، اتس تايم وي. الناس اللي بتقول وانت دي ناس مذاكره جدا، برافو. تعبير اتس تايم بيجي وراه جمله ماضي بسيط. سبيس ذا ايميل سنت before the office was closed. هنا the office was closed ده ماضي بسيط مبني المجهول، يعني اغلق في الماضي، يبقى اكيد الناحية التانية ماضي. اي رابط في الدنيا يبقى في معاه ناحية ماضي، يبقى الناحية التانية ماضي. مضارع يبقى الناحية التانية مضارع. مستقبل يبقى الناحية التانية مضارع. لكن استحالة ماضي مع مضارع، واستحالة ماضي مع مستقبل. فطالما الناحية دي اللي بعد before ماضي، يبقى الناحية دي برضو ماضي، بس ماضي بسيط مبني للمجهول. بيقول لك هل الايميل ارسل؟ ووز، ووز، لا مش هاد. لو هاد يا بيه هتبقى هاد زي ايميل سنت، ده ماضي، ده ماضي تام اللي ما شرحناهوش اساسا. ثم مبني المعلوم، انت كده بتقول هل الايميل ارسل، ماضي تام مبني المعلوم، هاد تصريف ثالث. لو مبني المجهول يبقى هاد بين تصريف ثالث. انت هنا عايز مبني المجهول، عايز تقول هل الايميل ارسل مش ارسل، يبقى ووز ماضي بسيط مبني المجهول، هو ووز او وير تصريف ثالث. لا مش عجباني المجموعه دي النهارده، المجموعه دي مش عجباني النهارده.